جدول اتعمل النهارده في وقت جه قال لك النادي الاهلي اخر الدوري. طب يا جماعه النادي الاهلي لسه نحسبها بالورقه والقلم لغايه لما النادي الاهلي كسب، تمام؟ النهارده النادي الاهلي بقى متصدر، بس لازم يبص لنادي الزمالك لسه له مباراه. طبعا واخد بالك؟ فهي حته التصدر لسه لما نادي الزمالك يلعب بكره نبتدي نشوف الموضوع. والزمالك ايضا عنده مباراه ايضا في بطوله افريقيا مهمة. اكيد ايضا طبعا يعني هو نفس السيناريو، نفس السيناريو حتى في افريقيا. يعني حتى في افريقيا هم الاثنين هيلعبوا، في افريقيا هم الاثنين هيتعرضوا للاجهاد، هم الاثنين منافسه بينهم هم الاثنين. فاعتقد النهارده ان المكسب النادي الاهلي للعيبه، تخيل بقى اللعيب بقى شنطه السفر بقى ورايح المطار وكسبان ومباراه صعبه تاثيرها ايجابي قوي على اللعيبه، وبالذات اللي في مباراه افريقيه جايه، مباراه طبعا صعبه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. لكن طبعا الملاعب هناك حاجه تفرح يعني. طبعا ملاعب طبعاً. حاجه تفرح عشان تتكلم في موضوع مختلف النهارده. اصل خلي بالك الـ كان في فن في التصوير كده، الكاميرا صلاه على الملعب من بعيد كده، ما على الملعب ما قربتش. ممكن يا كابتن ارضيه ملعب برج العرب، انا عارف ان هي كابتن اجهدت بشكل كبير جدا، يعني اعتقد بسبب امم افريقيا. حضرتك احنا كنا بنتكلم حوالي 48 مباراه لعبت على ملعب النهارده، المباراه رقم 48. كتر خير يا كابتن. طب اقول لحضرتك حاجه، انت النهارده كلنا كنا بنتغنى بملعب برج العرب. طبعا النهارده كل النقد والانتقادات لملعب برج العرب، مين اللي حول المصطلح من احسن الى أسوأ؟ تمام، احنا صح، احنا اللي ضغطنا الملعب. ولا الناس وقفت جنبك، ولا المسؤولين عن الكوره؟ لا، المسؤولين عن الملعب وقفوا جنبك عن الكوره مش الملعب يعني. لا، هو المسؤول، المسؤوليه في اتحاد الكوره بيدي لجنه المسابقات، هي اللي بتنظم الحاجات دي كلها. انت عندك في اسكندريه ثلاث ملاعب، عندك استاد اسكندريه، عندك استاد المكس وعندك برج العرب. انت النهارده 48 مباراه، كم فرقه بتلعب على هذا الملعب؟ ده كل الفرق يا كابتن، احنا ممكن نجيب فرق من دول ثانيه تلعب على الملعب. مباريات الافريقيه الاهلي والزمالك كلها هناك، تمام؟ الدوري. طب انت النهارده عندك ملعب المكس جنبك بديل، ودي مثلا سموحه بلاعب المخاصه، ودي هناك مفيش الجماهيريه الكبيره، ودي الاتحاد والمقاولين، ودي هناك مفيش. لكن انت ضاغط الملعب، ضاغط الملعب ليه؟ النهارده يعني النهارده لو تلاحظ الملعب كله محطين الترتان الازرق حوالين الملعب، هم عايزين يعني بصراحة. أنت الناس دي عاملة مجهود غير طبيعي، وصرف على الاستاد ده صرف غير طبيعي. أنت النهاردة خدوا كمية انتقادات في بعد ماتش الزمالك والأهلي، هو عايز يوريك النهاردة إن لا إحنا كويسين، بس أنت اللي حطيته كده. أنت اللي كنت ممكن توزع الملاعب، أنت اللي كنت ممكن هيئة الأرصاد تسألها. إحنا كان زمان يقول لك إيه، بكرة خلي بالك مطر ورياح ما تخرجش من البيت، وتلاقيه احلى جو في الدنيا. لكن دلوقتي التكنولوجيا يا كابتن ما بقتش مخليها حاجه. دلوقتي يقول لك الساعه 7 مطر، تنزل الساعه 7 مطر. ده على الموبايل يا كابتن، الابلكيشنز خلاص بتخش على الابلكيشن الخاص بالجو تعرف الساعه 7. ما انا بقول لك انت 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 عمر، انت ما انتش عارف يوم ماتش الزمالك والاهلي والاهلي والزمالك، ما تعرفش ان في اليوم ده صعب جدا. يوم الخميس ان احنا هم قالوا جمعه وسبت وحد هيكون الجو صعب جدا، ودي وقت النوه اللي تبقى موجوده في اسكندريه. وجت امتى بقى؟ جت يوم السبت. طب هل الكلام ده مفاجئ؟ لا مش مفاجئ. ولا كلمان جه الكلام ده على ان الناس كانت بتنتقد الملعب قبل هذا المباراه. صح. مش الناس كلها كانت بتقول لك ايه الملعب ده؟ كان قبلها ماتش افريقيا كانت بتلعب عليه الاهلي وشبيبه الثور. صح، تمام، برافو عليك. تمام، كان الناس كلها كانت بتقول لك ايه الملعب ده؟ فانت النهارده زودت الملعب كمان مطر وسيول وحاجات غير طبيعيه، ولعبت عليه مباراه لدرجه ان الاتحاد الافريقي قال لك لا ملعب برج العرب ما يخشش في. فانت خليت النهارده الناس تتكلم ان دي مباراه دوليه كبيره معروفه، كل العالم اتفرج عليها، كل العالم اتفرج عليه، بس افريقيا لا، ده الناس كلها يعني. فانت النهارده يعني الناس مشكوره في استاد برج العرب، بتعمل مجهود غير طبيعي عشان خاطر تخلي الملعب كويس. لكن انت الضغط الضغط الضغط، وبعدين يعني معلش انا ما اعرفش ايه اللي كل عذر يقول لك امنيا 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 امنيا. طب ما انت هتروح تلعب الماتشين الجايين بتوع الاتحاد وسموحه في المكس، طب مش معنى الامن واقف دلوقتي؟ ما هو برضه لازم الامن يعرف ان احنا داخلين على بطوله افريقيه،
داخلين على بطولة أمم أفريقيا يعني كمان النهارده إيه؟ وبعدين يا كابتن النهارده 1/4 النهارده 2/4 واحد قول 1/4 كمان شهرين ونص الملعب ده هيبقى فول. ده مش ده يا كابتن، انت عندك حضرتك في استاد القاهرة في قلب القاهرة، بلا بقول لك ال 100,000 متفرج يعني انا مرة واحدة كده اروح بدخل العدد ده مش لازم كده يعني نبتدي نثقف الجمهور الاخطاء اللي تحصل من الجمهور نوعيها عشان نخش على الامم الافريقيه بعد نخش هنخش لا نخش مره واحده هنخش نتخطى على طول. كابتن علاء عايز اعرف راي حضرتك في رمضان صبحي. رمضان صبحي واضح ان هو عنده تطور بدني كبير، يعني الدوري الانجليزي انا شايف ان هو نقل رمضان نقله بدنيه كبيره جدا. رمضان جسمانيا بسم الله ما شاء الله، عنده سرعه، بيعرف يحضن على الكوره، بيعرف يخش يعني واحد على واحد في مساحه بقى، يعني مهارته في الجري بالكوره بقى كابتن مختلف، والسرعه اللي عنده والقوه البدنيه بسم الله ما شاء الله بقت مختلفه عنده. هل حضرتك شايف ان فعلا الدوري الانجليزي اضاف لرمضان صبحي، ولا رمضان صبحي كان محتاج ان هو يلعب ويرجع لفورمه الماتشات علشان يرجع رمضان اللي احنا عارفينه قبل ما يسافر لانجلترا؟ اتفق معاك تماما ان رمضان صبحي من الاوراق الرابحه اللي هي جت فيه في الانتقالات الشتويه. انا يمكن انتقدت قبل كده قلت رمضان ما اعتقدش اللي هو هيدي النادي الاهلي بالصوره اللي الجمهور مستنيها في الظروف اللي كان بيعاني فيها النادي الاهلي.